السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو هذا، ودائما كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. الفيديو هذا غنشرحوا فيه طريقة تشغيل آلة الغسيل ويربول، يعني تشغيل أول مرة. كما كتشوفوا الماكينة باقا جديدة، أنا نستعملها أول مرة. أول حاجة كنديروها كنحطوها في شي بلاصه مقاده، يعني تكون مقاده باش ملي تكون كتعصر ما تحركش ولا ما تهت كدور. داك اللفات اللي كدور هذه فيها حتى 1200 لفه في الدقيقه. غنستعملوا اول حاجه نديروها، ما نساوش هاد هما الفرانات. اول حاجه نديروها نحتاجو الساروت 13. الا ما عندكش سارو 13 ممكن تستعن بالكلامونيت، يعني المهم سارو 13 هي اللي كتحل هاد الفرانات. هادو الفرانات شنو علاش كيديروهم هما؟ باش داك الحله فين كيداروا الحوايج ملي كتهزها ما تدورش، وضروري يتحيدوا. الا ما تحيدوش راه الحله ما غاديش تدور. بحال قلنا دابا، بحال شي فرانه مات، بحال ما درتيش. يعني هادو هما الفرانات، كنحيدوهم بربعة. كاينين جوج الفوق وكاينين جوج لتحت، وكلهم ضروري يتحيدو. وكيتحيد داك البلاستيك الاصفر، كاين شي بوشونات كيجي هذا غنحيدوه، كندفعو هذا ليه وكنجروه. وكاينين شي بوشونات هما باش كنسدو على البلايص هادو. بعد ما كنزولهم بربعة، ملي كنخرجو داك الجهة اللي على اليسار، عاد كنجرو هاديك كتحيد. بعد ذلك كنحلو كما كتشوفوا هنا فين كاينين هادو هما اللي هضرت عليهم. هادو هما داك البوشونات باش كنسدو داك البلايص فين حيدنا الفران. وهذا هو التيو اللي كيعطي الماء الماكينه. هذا هو الكتاب، هذا هو هذا الكتاب، هذا فيه جميع المعلومات يعني بما يخص هذه الكونطرا، وهذه كيفاش نستعملو اول مره، يعني كيفاش نحلو داك الفرانات، كيفاش نركبو كما كتشوفوا من الاول. يعني فيها جميع المعلومات، وكاين واحد الكتاب فيه الا وقع فيه شي مشكل ولا شي حاجه كتعرف المشكل منين. هذو هما اللي هضرت معهم عليهم قبيله. من بعد خص هادي راه عندها بلاصه كدورها وكتجي في داك البلاصه هذيك. انا غندورهم غيجي في بلاصتهم، كل وحده خصها تجي في بلاصتها. في ها هي كما كتشوفوا كترجع، يعني كتبقى كدور بلاصتها. بعد ما كنسدو داك البلايص فين حيدنا الفران، كنجيو للروبوني باش نعطيوها الماء. هادي كتزيرها باليد، يعني ما تحتاج تحزيرها لا بساروت لا حتى حاجه، كتزيرها حتى كتحس بداك، يعني داك الجلد لصقات مع هاد الروبوني هذا باش ما يبقى ما يكونش تسرب ديال المياه. انا كنقول من الاحسن ديرها الحصار بحال هكا، يعني ما تركبهاش ديريكت، من الاحسن ديرها الحصار الوقيته اللي بغيتي الوقت اللي بغيتي تشعلها. كتحل الماء كيدوز ليها الماء. هنا كذلك ما تحتاج لا ساروت لا والو، هذا هو مدخل المياه للغساله. بعد ما كنحكمو
الإعلاق ديالو كان زيرو مزيان هذا باش ما يكونش شي تسرب ديال المياه. دابا كتجي المرحلة اللي كتجي دابا غنجربوها ونوريكم طريقة التشغيل. بعد ما كنجيبو حيت البريزما قريب شي عليها داكشي علاش كان اول حاجة كنضيفو المسحوق بعد ما كنضيفو المسحوق غنضيفو دابا غنضيفو الملابس. الملابس نحاولو ما نفوتوش 8 كيلو حيت الحجم ديال هاد الآلة هادي الغسيل 8 كيلو فيها 8 كيلو. دابا بعد ما شعلنا البريز ودرنا البريز وتشعلات آلة الغسيل كما كنشوفو مع حيت الحوايج ما مسخنش بزاف كنرجعو على هاد البلاصة اللي فيها رابيد 30 كنرجعو على 30 بعد ما كانت في ميكس وكنكليكيو على زر التشغيل كتعطينا 30 دقيقة. هنا هاد البلاصة هادي كتعطينا 30 دقيقة. من بعد في الفيديوهات الجاية كما شرحت لكم أغطوا الماطن غنشرح لكم حتى هادي والخصائص ديالها وكيفاش كنخدمو لوحة المفاتيح. كما كتشوفو دابا هي كتعصر نحاول دائما نخليوها في 40 درجة ما نديرو لا 60 لا 90 دائما نخليوها في درجة الحرارة اللي هي 40 درجة. هي كتشوفو دابا كتعصر بقى دقيقة هي باينة في الشاشة بقى دقيقة وغتعصر بعد ما كتعصر هي كتصفر كدير واحد الراني ومن بعد كنحلو يعني كنخليوها واحد شوية وكنحلو الباب حيت الا كانت مشغولة ما يمكنش يتحل الباب يعني ما غاديش يتحل. هي وقفت دابا بعد ما سالات العصير غنحلو الباب. نتمنى الشرح يكون واضح. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.